باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. النهاردة امبارح ابتدينا في الأسبوع الخامس من الصوم المقدس، النهاردة تاني يوم في الأسبوع. الموضوع العام في كل قرايات الصوم هو الجهاد الروحي. والنهاردة أو الأسبوع ده بيتكلم عن الجهاد في حياة الإيمان والإيمان الحي. النهاردة بيتكلم عن أنا هو نور العالم. بالفعل اللي بعيد عن ربنا ما عندوش أي استنارة ولا أي قدرة على التمييز. عشان كده في بقية الكلام النهاردة اللي سمعته حضراتكم بيقولهم أنتم من الأرض بتتكلموا، أنتم بتحكموا بالجسد حسب الجسد. مقصفين حاجتين، في نور من الله وفي جسد وشهواته، ما فيش غير كده. والشيطان شاطر، هو مش لازم يعمل عمل جبار عشان ينسف روحيات بني آدم، لا، هي مجرد حاجة صغيرة كده يوقعني فيها ضمن ان انا معاه خلاص. اي حاجة صغيرة يوقعني فيها ويشدني بيها للأرض يبقى ضيع كل الجهاد التاني اللي بيتعمل. وبنشبهها قلتها قبل كده زي واحد بنى بيت ووصل عمل نجف وأنوار وحاجات كده، جاب مهندس إضاءة وديكور وعمل حاجة رهيبة جدا، وكل الكهرباء واصلة ما عدا ملي واحد مش واصل، يبقى كله ولا ليه لازمة ولا في استنارة ولا في أي حاجة. فكده بالنسبة للحياة الروحية، ممكن أصلي وأصوم وأعترف وأتناول ومؤمن وكل حاجة ويجي موقعني في خطية صغيرة، والخطية دي أحيانا كتير بتبقى صغيرة جدا، اللي بيسميها الكتاب الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، حاجة صغيرة كده، خرم صغير في الباب يجي داخل منه قطة، يدخل منه ثعلب، يدخل منه أي حاجة، يدخل يبوظ كل اللي موجود. ويبتدي بقى دخل جوه القلب ويبتدي يسيطر على الحتة دي ودي ودي ودي، وفي الآخر ليا الصورة من برة. أفتكر يعني برضو في مثل بسيط عندنا في داروين، البيت اللي احنا مأجرينه كان فيه شجر، عارفين شجر الزينة الحلو الكبير قوي ده، أتاري فيه نمل أبيض دخل قاعد يأكل من جوه، وفجأة وصلنا لقينا الشوشة بتاعتها اللي من فوق الجريد ده ابتدى ينشف وابتدى يقع واحدة ورا التانية ورا التالتة، بقعوا كلهم والشجر لسه واقفة. وبعد شوية لقينا راحت واقعة كلها لأن ما فيهاش حاجة، كلها كانت فاضية من جوه. نفس الفكرة في حياتنا الروحية بيعملها عدو الخير، نفس الفكرة. المسيح بيقول أنا هو نور العالم، كل ما أقرب منه كل ما ابتدي أشوف ضعفاتي. لو الضوء ضعيف بشوف السبوتس الكبيرة كده، البقع الكبيرة في التوب بتاعي اللي أنا خدته في المعمودية نقي، وابتدي أتوب عنها واعترف بيها. لما أقرب شوية ربنا بالتوبة والتناول يبتدي الحاجات الأصغر شوية تبان، كل ما أقرب كل ما يبتبان حاجات أكتر وأكتر وأكتر لحد ما التوب يبقى نقي. طول ما أنا ماشي في الطريق ده أنا بسلك حسب النور بتاع المسيح، لكن لو وقفت في حتة وركنت يبتدي البقعة الصغيرة تبتدي تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. أنا هو نور العالم. الحوار ده مكتوب في إصحاح 8 من إنجيل معلمنا يوحنا. ياريت كده نروح ونقرأ الإصحاح كامل، احنا خدنا النهاردة يدوب من آية 12 لآية 20، يعني 9 آيات، جزء من الحوار اللي تم بين السيد المسيح واليهود.
في حتة في نفس الإصحاح بيتكلم معاهم ويقولوا له نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. فلازم السلوك بتاعنا بيدي الصفة أو بيبين إحنا مين، ولاد مين، ولاد إبراهيم ولا ولاد إسماعيل، ولاد المسيح ولا ولاد الشيطان. وبعدين لما دخل هنا بقى بيقول لهم أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل ينال نور الحياة. الديالوج ده جاي بين إصحاحين. إصحاح اللي قبليه إصحاح 7 كان بيقول لهم من يؤمن بي لا يعطش بل تجري من بطنه أنهار ماء حية. والإصحاح 9 اللي بعد كده لا تسمعوه، مش الحد ده، الحد اللي بعديه اللي هو شفاء المولود أعمى. شفاه بإيه؟ الطين اللي عمله. قال له روح اغتسل في بركة سلوام. أنا عايز بس أعمل العلاقة بين المية والنور. السيد المسيح تملي بيأكد على وجود المية اللي بتباركنا وبنبتدي بيها حياتنا في المسيح اللي هي المعمودية، وبينير لنا الطريق طول الطريق وبيحافظ علينا كويس قوي. احنا اللي بنضعف ونضل. تعالوا نتخيل كده شعب بني إسرائيل وهو خارج من أرض مصر. خلصهم في إيه؟ زي ما معلمنا بطرس بيقول في المعمودية اللي هي فين؟ في المية لما عبروا البحر. يبقى أدي المية، ونفس المية دي اللي نجتهم هي اللي موتت فرعون وكل فرسانه. ناخد بالنا في المعمودية بننتصر على الشيطان ونعلن إيماننا بالمسيح وناخد الولادة من الماء والروح. بعد ما عدوا أو حتى وهم بيعدوا لما لقوا وراهم المصريين جايين فخافوا. كان ربنا بيقود الشعب في صورة عمود من نار بالليل، أو بيبقى زي غيمة، الغيمة دي مية في الصبحية، منين ما يمشي وراه. لكن لما لقوا فرعون وكل قواته جايين يقول راح العمود ده اتحرك من قدام وجه ورا وفصل بين ولاد الله وبين الشيطان. فكل اللي مطلوب من ربنا بيعمله. لكن مين بقى اللي بيرجع؟ اللي بعد ما عدوا كل ده قالوا موسى هذا الرجل لا نعرف ماذا أصابه، اعمل لنا عم آلهة تصير أمامنا. وعمل لهم العجل وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. يا سلام، على طول بالسرعة دي. الإنسان ضعيف بشريا، ضعف بشري ده موجود، احنا بنعيب عليهم، احنا بنعمل زيهم في صورة أو أخرى. فالتدقيق في الحياة ونطلب تملي من ربنا ان احنا نثبت فيه. السيد المسيح لم يقبل شهادة انسان حتى لو كان هذا الانسان هو يوحنا المعمدان، اعظم مواليد النساء. قصدي بترجع على حاجة تانية، وجود وكينونة الله نفسه. كينونة الله نفسه لا تعتمد على اي خليقة، قائم بذاته، قائم بذاته. الاب يشهد الابن ماشي، الابن يشهد الاب ويعلن عن الاب للناس ماشي، لكن انسان يشهد للابن لا يقبل هذه الشهادة. احنا بنشهد عشان احنا ننال البركة، لكن شهادتنا لا هتودي ولا هتجيب بالنسبة لربنا. اصل الشيطان بيضحك علينا من ناحية تانية في كل جهادنا الروحي ويقول هو ربنا يستفيد ايه من صومك ولا من صلواتك. ويا عم شو غير المحور، المحور مش ربنا اللي هيستفيد، ده انا اللي هستفيد.
لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. وقص على هذا بقى في صور مختلفة كتير، كلنا كل واحد عارف الصيغة اللي الشيطان بيجيله بيها وبيخدعه بيها. فياريت ناخد بالنا ان مفيش نور غير هو المسيح. ممكن في وسط حضراتكم كده بنتكلم ونقول الكلام ده، قوم يجي الشيطان يجي عند واحد من اللي قاعدين يعمل له سويتش اوف، يقول له ما اصل ده كاهن ولازم يقول الكلام ده. سيبك ده الكلام ده، يعني سيبك من الكلام ده. زي برضو واحد كده ربنا قدره، يعني عمل خطية أعثر ملايين الناس لأنه كتبها على الفيسبوك، يقول لما أبونا ينبه ويقول اللي مش صايم الصيام الكبير ما يدخلش يتناول، اعتبر الكلام ده مش ليك ويدخل يتناول. يا سلام يا سلام، شوفوا الخطية والعثرة اللي أعثر بها كل اللي أرى الكلام ده، والناس اللي بتعمل لها شير وفاكر نفسه يعني جميل قوي كده ويقدم حاجة وكأنها رسمية في الكنيسة. طبعا لا، لازم أفحص نفسي زي ما الكتاب المقدس بيقول، أفحص نفسي وأتقدم للتناول من غير فحص ومن غير اعتراف ومن غير استحقاق. ما ينفعش. دي هي النور، نور المسيح. لما يجي المسيح يقول أنا هو نور العالم، غير لما يقول لنا أنتم نور العالم. بالضبط مع الفارق التشبيه المناسب لكده، الشمس والقمر. الشمس بتنور والقمر بينور بالليل، بس القمر ما فيهوش نور. بيجيب النور منين؟ من الشمس. فلما يقول أنا نور العالم، غير لما يقول لنا أنتم نور العالم، احنا ما بقيناش زيه. يعني لما يجوا يعرفوا القمر يقولوا جسم بارد معتم معتم. ولو جت اي حاجه، اي حاجه من الفضاء مشيت في النص من الاجسام الكبيره ولا حاجه بين القمر وبين، او الارض مثلا جت بين القمر وبين الشمس، القمر مش هيدي اي ضوء خالص خالص، لان خلاص الخيال بتاعها مغطيه وانتهى. فلازم يكون وجهنا تملي نحو ربنا. استشيره في كل صغيره وكبيره، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ قالها بولس الرسول في الظهور اللي ظهر له السيد المسيح في الطريق ورايح لدمشق، لكن قالها من كل قلبه وبكل تسليم، اتغير 180 درجة. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فمن غير الاستنارة بتاعت المسيح قدامنا وفي حياتنا وفي قلبنا، مش هنقدر نعرف بالضبط ايه المطلوب مننا نعمله. والاستنارة دي ما تجيش غير بواسطة النعمة، بالإيمان والتوبة والثقة في معونة ربنا، والاستنارة بكلمات الكتاب المقدس في القراية كل يوم. هو ده الغذاء الروحي بتاعي. إذا كنت بتهتم بجسدك لألا يموت، فبرضو لازم أهتم بروحي لألا تموت. بس موت الروح موت أبدي، أما موت الجسد فموت مؤقت. عشان كده بابا شنودة الله ينحى نفسه قال كلمة رائعة، يقول مصير الجسد أن ينتهي، فيا ليته ينتهي من أجل عمل صالح. ابعد ناس خايفة على ده، في ناس بتصوم عشان تعمل دايت، يبقى انت ضيعت كل الهدف، ضيعت كل الهدف الروحي. يعني لو يجي لك واحد دكتور يتكلم عن الصوم وفوائد الصوم ويقول لك لو كلت مش عارف اللحوم ولو كلت مش عارف الألبان وكلت مش عارف ايه بصفة مستمرة، يجي لك الكوليسترول ويحصل بلوكج في القلب ويحصل ويحصل ويحصل، فالمفروض الصوم مفيد. لو انت هتصوم برضه عن كده ما ملوش لازمة. انا بصوم وبتذلل قدام ربنا، اتشبه بتوبة اهل نينوى اللي صاموا عشان تمحى خطاياهم وتغفر. كان في العهد القديم القوة كده، أما في العهد الجديد تبقى القوة شكلها إيه؟ فياريت ناخد حياتنا جديا. لو كل واحد مننا كده، هختم وأقول يعني كل واحد يراجع كده حياته من أول ما اتولد، من أول ما وقع الدنيا لحد دلوقتي،
كم حاجة ضيعنا فيها سنين من عمرنا وفي الآخر لقينا ما لهاش لازمة. ولو تعاد قدامنا الفرصة ان احنا نعيش العمر ده من اول وجديد تاني، مش هنعمل كذا ومش هنعمل كذا ومش هنعمل كذا. طبعا على الاقل انقاذ ما يمكن انقاذه. انا مش عارف امتى يومي، مش عارف امتى اللحظة اللي انا هسافر فيها واروح، اكون جاهز، اكون جاهز. ياما ناس كتير ماشيين بطريق ملتوي لكن تابوا في اخر ايامهم ضمنوا الملكوت، وياما ناس طول النهار ليل ونهار في الكنيسة لكن في اخر ايامهم ابتدى الشيطان يلعب ويديلهم افكار تشككية رهيبة. ودي حرب معروفة مع قرب النهاية بتيجي. واحد من الاباء كان مرة ظهر له الشيطان قال له حيلك شوية، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ صيامات ومطانيات وايه ده؟ خف شوية، ده انت لسه قدامك 50 سنة، هتقعد بالطريقة دي لسه 50 سنة؟ قال له ياه 50 سنة بس، ده انا كنت فاكر فاضل 100، ده انا لازم اضاعف الجهاد بتاعي. في السنكسار مكتوب الكلام ده، بيقول في نفس السنة تنيح هذا القديس، فكان عايز يضيع عليه الفرصة على اخر ايام حياته. فناخد بالنا اللي فات اكتر من اللي جاي، مهما يكون عندنا امل اللي احنا عايشين ربنا يدي الصحة، بس يدي معاها الثبات في الإيمان لأجل ضمان مكان في الملكوت. اسلكوا بتدقيق، والتدقيق في النور المسيح. أنا هو نور العالم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. أخطيت سامحوني. سلام الله.